ولا يزال المسلسل متواصلا في تجاهل شعائر الله تعالى، في تجاهل شعائر الله وعدم إعطائها قيمتها وحظها. فهل جعل السبت والأحد عطلة أسبوعية رسمية ويوم الجمعة كاملا يعمل فيه من الثامنة إلى الواحدة صباحا، ثم من الثانية بعد الزوال أو الثانية والنصف إلى الخامسة، هل هذا من نصرة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ألا يدعو هذا إلى إخلاء بيوت الله من عمارها؟ ألا يمنع الناس هذا من إقامة صلاة الجمعة؟ هودي أنا قلت لكم إذا ما خرجت بعد الثورة بعز الدين، باطن الأرض أفضل لكم من ظهرها. إذا ناويين ترجعوا لعهد بورقيبة وعهد بن علي، ندفن أنفسنا حيين أفضل حقيقة. حقيقة أيها الناس أيها الرجال أيها العقلاء، والله لا عز لكم إلا بالدين. نحن قوم أذلة أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. مصداق ذلك القرآن: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. لن نعز إلا بهذا الدين، ولن نذل إلا بتركه والإعراض عنه. اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد يا رب العالمين، اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد يا رب العالمين، اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك بهؤلاء الأقذار وهؤلاء الأنجاس الذين اعتدوا على نبيك المصطفى وحبيبك المجتبى. اللهم يا حي يا قيوم، سخر لهم جندا من جنودك. يا من قلت وقولك الحق، ولله جنود السماوات والأرض وما بينهما، وكان الله عزيزا حكيما. ولله جنود السماوات والأرض وما يعلم جنود ربك إلا هو. اللهم سخر عليهم جندا من جنودك، سلط عليهم ما نزل من سمائك وما خرج من أرضك. اللهم عليك بهم وبمعاقلهم وبمؤسساتهم. اللهم اجعل أموالهم حسرة عليهم. اللهم نفذ فيهم وعيدك. اللهم قلت وقولك الحق، إنا كفيناك المستهزئين. يا ربي إنك قلت إنا كفيناك المستهزئين وقد استهزأوا بنبيك. اللهم اكفنا شرهم. اللهم نجعلك في نحورهم، نجعلك في نحورهم، اللهم نجعلك في نحورهم. اللهم يا قوي يا عزيز، زلزل الأرض من تحت أقدامهم، سلط عليهم الأعاصير تلو الأعاصير، سلط عليهم الفيضانات المغرقة والحرائق المحرقة والفيضانات المغرقة والأعاصير المدمرة. اللهم خذهم بالصيحة، اللهم خذهم بالصيحة، كما أخذت ثمودا وكما أخذت عادا، وأرن فيهم يوما أسودا. يا قوي يا عزيز، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين وأذهب غيظ قلوبهم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أنصار نبيك، اللهم اجعلنا من أنصار نبيك وأنصار شرع نبيك وأنصار سنة نبيك يا حي يا قيوم. اللهم من وقف في وجه الدعوة إلى الله ووقف في وجه الدعاة والعلماء الربانيين، اللهم أخرس لسانه وشل أركانه، اللهم عطل حركته وأزله من طريقنا يا حي يا قيوم. اللهم كما أخزيت بورقيبة وأخزيت ابن علي وقتلت القذافي، اللهم أرنا في كل طاغية يقف في وجه هذا الإسلام ويقف في وجه الدعوة الإسلامية، أرنا فيه ساعة عن قريب تقر بها العيون وتنشرح لها الصدور يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد، وأقم الصلاة.